ولتعليق على الأحداث في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفار. أستاذ باسل، يعني عشرات القتلى والجرحى بسبب قصف النظام للغوطة الشرقية بالكلور، كيف يمكن إيقاف كل هذه الهجمات على المدنيين؟ تحية لكم ولمشاهديكم ولمستمعيكم ومشاهديكم الكرام. الحقيقة الحل الوحيد لإيقاف هذه الهجمات في الغوطة وفي غيرها من مناطق سورية هو باتخاذ موقف حقيقي وعملي وحاسم من هذا النظام. الشعب السوري بالتالي يقاتل وحده هذه الآلة الإجرامية، وهو صامد منذ 7 سنين ويتعرض لمختلف أنواع الإجبادة والإجرام من القتل والتدمير والقصف بالبراميل واستخدام الأسلحة الكيميائية والصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى وغيرها من وسائل التدمير والحروب، ولا يبدو أن هناك أي وسيلة للخروج من هذه المعضلة أو هذه الأزمة أو الخروج من دائرة القتل هذه وبحر الدماء هذا إلا بزوال هذا. نعم، كيف ترى جهود المجتمع الدولي لوقف كل هذه المجازر؟ يعني لا نحتاج إلى الكثير من التحليل لنقول أنها جهود متواضعة جدا للأسف، وحتى أقل من يعني كلمة متواضعة ربما فيها الكثير من التجميل. يعني المجتمع الدولي بعد سلسلة من اللقاءات والانعقادات في مجال المجلس الأمن وغيرها من اللجان حقوق الإنسان أرسل قوافل للمساعدات، وهذه القوافل لم تصل كاملة بل مرت على مناطق وحواجز النظام الذي قام بنهبها وتفريغها من محتوياتها، ثم تأجل دخول بعضها ودخل القليل النزر اليسير، وهذا النزر اليسير الذي دخل أيضا فيه كثير من الإشكالات، مواد منتهية الصلاحية أحيانا، مواد غير مفيدة، مواد غير لازمة، مواد لا تشكل إغاثة استراتيجية حقيقية وإنما مجرد أشياء عابرة وقتية وهكذا. نعم، بالنسبة للتصريح، تصريح الرئيس الفرنسي والذي هدد من قبل كذلك بأنه في حال ثبوت استخدام النظام للسلاح الكيميائي، يعني بعد ثبوت أدلة لاستخدام النظام لهذا السلاح، هل تتوقع بالفعل تحرك فرنسي لوقف هذه المجازر؟ الحقيقة النظام منذ بداية الثورة في سوريا وبداية الحراك يتعامل مع هذه التهديدات على أنها ضوء أخضر للقيام بأعمال تتجاوز الحدود والخطوط الحمراء. يعني كل مرة كان المجتمع الدولي أو أي شخص جهات المجتمع الدولي تهدد بعدم استخدام الكيميائي، كان النظام يبادر إلى استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا. يعني في كل مرة كان أي جهة أو طرف من المجتمع الدولي يهدد بعدم اقتحام المدن أو قتل المدنيين، كان النظام مبادر إلى ارتكاب مجازر ضخمة بحق المدنيين. هو يتعامل مع هذه التهديدات أو التصريحات على أنها ضوء أخضر للمضي في إجرامه ورفع وتيرة هذا الإجرام. لذلك لا يتوقع الحقيقة بناء على التجارب السابقة، لأن الفرنسيين وغير الفرنسيين هددوا في مرات سابقة كثيرة بهذا الخصوص، لا يتوقع أن يكون هناك إجراء حقيقي أو عملي حاسم ضد النظام في ما يخص استخدامه للأسلحة الكيماوية أو لغاز الكلور أو الغازات السامة في حربه على الغوطة أو على غيرها من المناطق السورية. نعم، يعني مجلس الأمن جدد دعوته لتنفيذ وقف أطلاق النار في الغوطة، ما الآليات المنتظرة برأيك لتنفيذ القرار 2401؟ هو القرار نفسه عندما خط بالأسف بقدر ما حدثت هناك مناقشات ومشادات واتصالة بالزمن لصياغة القرار، لم يتم الحديث فعليا عن آليات المتوقعة أو اللازمة لتطبيق هذا القرار. ومن المعروف يعني الأمر لا يحتاج إلى الكثير من التفكير للقول أنه فرض وقف إطلاق النار في الغوطة لا يمكن أن يتم إلا بالفرض، يعني لا يمكن أن يتم خلال تفاهمات مع النظام، لأن النظام لا يسعى لأي تفاهمات، وكذلك شركاؤه الإيرانيون على الأرض لا يسعون لأي تفاهمات. وبالتالي أي عملية وقف إطلاق النار أو السماح بإدخال المساعدات الفعلية إلى الغوطة أو إنقاذ المدنيين لا يمكن أن تتم إلا من خلال فرضها فرضا على النظام خلال تدخل عسكري ودولي رسمي حاسم ضد النظام يدفعه أو يجبره على القبول بتطبيق هذا القرار. نعم، رئيس مركز إدراك الأستاذ باسل حفار كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.